السلام عليكم. طبعا بنلتقي النهارده في حدث جديد من احداث الثانويه العامه اللي هي حل بوكلتات اشطر ماشي مجله جواب نهائي. هنبدا النهارده مع بعض كده بالنموذج الاول ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لديك عنصران اكس من عناصر العمله. عناصر العمله احنا عارفينها، نحاس، فضه، ذهب، ايو. بينما واي عنصر يكون مع المنجنيز سبيكة تستخدم في عبوات المياه الغازية. مين ده مستر؟ هيبقى طبعا مع المنجنيز هيبقى الألمونيوم. فتتميز السبيكة المتكونة من اكس وواي اللي بيكون مع الألمونيوم سبيكة هو النحاس. ودي سبيكة بتبقى عبارة عن سبيكة ايه؟ بين فلزي. اللي هي مين يا مستر؟ الديور اولو ماين. تمام؟ طيب دي بتنتج من اتحاد كيميائي بين، شوف لسه بقول اتحاد كيميائي بين الاي ال والسيو. طبعا لا نفس الشكل البلوري، دي الاستبداليه اللي بيمنع انزلاق الطبقات، دي البينيه. الواي يوجد في المسافات البينيه، دي البينيه. تمام؟ لديك المركبات ام ان او 2 كي 2 ام ان او 4 كي ام ان او 4. يسهل الحصول على، يسهل يبقى انت توصل لحاله مستقره. طيب هنا المنجنيز الاوب سالب 2 في 2 سالب 4، المنجنيز موجب 4. هنا عاوز اجيب المنجنيز، الكيب 1 في 2 ب 2 والاو 4 بسالب 8 يطلع الام ان موجب 6. طيب كي من 4 معروف ان الام ان في البرمنجانات بموجب 7. يبقى الحاله بتاعتي المستقره هي حاله الام ان موجب 7، بيكون المستوى الفرعي دي فارغ. يبقى بيصل الحصول على الحاله دي من يا اما اكسيد ده يا اما اكسيد ده. يبقى الكي طبعا دي مش حاله مستقره ولا دي مستقره، مين المستقره يا مستر؟ الكي ام ان او 4 لانه موجب 7. اجيبه من موجب 6 بالاكسده، من 6 ل 7 بالاكسده. وممكن كنت اجيبه من ها مين ام ان او 2 برضه بالاكسده. تمام؟ طيب نحصل على سبيكه الفولاذ السيليكوني. طبعا دي سبيكه جت في امتحان 2023 دور اول، بخلط السيليكون والكروم والحديد والصلب. طبعا الكروم والصلب او الكروم والحديد دي سبيكه استبداليه. السيليكون ده من عناصر الفئه بي، يتميز بصغر حجمه الذري، فبيخش في المسافات البينيه فيكون سبيكه بينيه. يبقى ده بينيه والاثنين دول مع بعض استبداليه، يبقى الاختيار رقم ايه؟ د. ما الصيغه الكيميائيه ليوديد الفلز الانتقالي؟ اليوديد اي وده احادي. الفلز الانتقالي اللي بيزيد من كفاءه وشده اضاءه اضواء استوديوهات التصوير. مين يا مستر؟ السكنديوم اللي بيدخل مع مصابيح عبقريه الزئبق. طب السكنديوم يا مستر ثلاثي. طيب وبالتالي هتبقى صيغه اليوديد بتاعه اس سي اي 3، يبقى الاختيار رقم الف. عند إضافة ال HCl لبراد الحديد Fe زائد 2HCl طبعا مخفف هيدينا FeCl2 ويتصاعد غاز الهيدروجين. غاز الهيدروجين معلش. تمام؟ طيب يتكون بوليد الحديد الثلاثي؟ لا طبعا، لأن الهيدروجين ناتج عامل مختزل، بيختزل الكلوريد الثلاثي الى ثنائي. طب ويتصاعد غاز الهيدروجين؟ تمام. طب كلوريد، طب ما فيش كلوريد بيتكون، يقوم باكسدته ويكون حديد ايه؟ ثلاثي؟ لا طبعا، امال ايه؟ كلوريد الحديد الثنائي والكلور الموجود بالحمض والهيدروجين يقوم باكسدته ويكون حديد ثلاثي؟ لا طبعا، لا طبعا، استنى بقى، الكلور عامل ايه؟ مؤكسد. هو طبعا هنا بيقول لي عند اضافه حمض الهيدروجين الى براد الحديد هينتج كلوريد حديد ثنائي، خلاص اتفقنا كده. طيب زائد اتش 2 فيجي يقول لي كلوريد حديد ثلاثي ويتصاعد غاز الهيدروجين يقوم باختزاله الى ثنائي. طبعا نركز بس كده، نركز كده. طبعا احنا خدنا السؤال ما قرناش الاختيارات، وده برده من العيوب اللي بتحصل في الثانويه العامه. هينتج الاول المفروض ثنائي، بس الهيدروجين حتى انا قلت في التعليق ويتصاعد الهيدروجين اللي بيختزله الى ثنائي، يبقى بينتج ثلاثي اهوت يختزل الى ثنائي بفعل مين؟ الهيدروجين. سؤال جميل جدا جدا جدا. طيب عند اضافه البرمنجانات المحمضه بحمض الكبريتيك وده عامل مؤكسد،
الى محلول نيتريت الصوديوم اكيد ايضا هيأكسد النيتريت الى نترات، ثم تفاعل المركب النيتروجيني الناتج مع حمض الكبريتيك. اولا انت ما بتاخد نيتريت الصوديوم تأكسده بالبرمنجانات، تاخد خمسة منه تأكسده باتنين KMNO4 محمض بحمض الكبريتيك، بيتكون بيتأكسد النترات الى نيتريت الى نترات. وده بقى كنا بنقول ان الفلزات بتحب الكبريتات، فانتوا K2SO4 و2MNO4 زائد 3 مية. لو خدنا الملح الناتج ده اللي هو ملح النترات، وفعلناه مع حمض كبريتيك مركز، النترات من انيونات المجموعه الثانيه اللي بيكشف عنها حمض الكبريتيك، ايه اللي بيحصل؟ طبعا مركز ساخن، اعمل الاحلال المزدوج بتاعك، هينتج 2NA او NA2SO4 ويطلع لك حمض النيتريك. حمض النيتريك ده معروف انه بينحل ويكون H2O وNO2 بني محمر ويتصاعد غاز الاكسجين. لو عايز تكتب المعادله الموزونه بتاخد من ده 4 مول وتطلع من ده مولين وتطلع من ده 4 وتطلع من ده 1 وتبقى نسبه الغازات المصاعده 1O2 ل 4NO2. طيب ركز بقى معايا كده، ركز. فيتصاعد غاز الNO2 البني المحمر اهو. اذا كانت قيمه ثابت اتزان لتفاعل متزن صغيره جدا، يعني الكيسي اقل من الواحد، بس خد بالك من كلمه صغيره ايه؟ جدا. اقل من الواحد ده معناه ان تركيز النواتج في البسط اقل جدا من تركيز مين؟ المتفاعلات. ما بقول لك صغير جدا، يعني ماشي في الاتجاه الايه؟ ها خد بالك، في الاتجاه الطردي ولا العكسي؟ العكس بنسبة كبيرة. طالما العكس بنسبة كبيرة يبقى ماشي في اتجاه المتفاعلات بنسبة كبيرة، يبقى تركيز النواتج قرب يقترب منين؟ من الصفر. تمام؟ طيب ده السؤال رقم ايه؟ 7. ما كتلة كبريتات النحاس الموجودة في 300 جرام من كبريتات النحاس المماهة؟ طب ما هو كبريتات النحاس المماهة CO4 5H2O عبارة عن CO4 زائد 5H2 لو انت سخنته. طيب لو جينا نتكلم هنا عشان نحسب طبعا كتلة المماهاة، المول من ده عنده مول من ده. طب ما انا عاوز كتلة كبريتات النحاس البيضة اللي هي المائية اللي موجودة في الزرقاء المائية. هقول ان المول من ده لو حسبت كتلته عبارة عن ايه؟ CO4 ده لو جبنا نجيب كتلته بسرعة كده 159.5 اللي هو 63.5 زائد الاس ب 32 زائد الاو 16 في 4 ب 64 زائد الستة او الخمسة مية اللي هما ب 90 هيبقى 249.5. ده المول، والمول كبريتات نحاس بس 159.5. طب ما هو كل 249.5 جرام من المادة المتهدرتة عندهم 149.5 جرام من المادة الغير متهدرتة، يبقى كل 300 جرام فيهم قد ايه؟ اكس. يبقى هنضرب 300 في 159.5 ونقسم على 249.5 191.7 جرام اللي هو الاختيار رقم ايه؟ ب. طيب جميع العبارات التالية تعبر عن أملاح البيكربونات الفلزات غالبا عدا تنحل حراريا لتكون كربونات الفلزات. طبعا أي بيكربونات فلز بتنحل إلى كربونات الفلز والمية والسي أو 2، تعطي فوران أنت فرمها الأحماض طبعا اللي هو كشف الحموضة، تدوب في المية كل أملاح البيكربونات بتدوب بس عمرها ما تكون إيه؟ رواسب. تكون رواسب إمتى بقى؟ لو أنت سخنتها فتتحول إلى الكربونات، ففي الغالب تدي رواسب لان كل الكربونات ما بتدوبش في الايه؟ في الميه ما عدا الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم. اذيب 26.5 جرام من Na2CO3 لتحضير محلول حجمه 100 مللي، استهلك منه في المعايره 100 مللي من حمض الكبريتيك. عاوز تركيز حمض الكبريتيك. طب ماشي، طب ما انا اخدت في المعايره 44 مللي بس لمعايره 100 مللي من حمض الكبريتيك. طب يا مستر عاوز تركيز حمض الكبريتيك وانا معايا اصلا من الكربونات
معايا الحجم بس. طيب ركز معايا كده، هعمل المعايرة الأول وأشوف إيه اللي ناقصني. أدي الـ Na2CO3 زائد H2SO4 بيتعايروا بنسبة واحد لواحد، يعني MV كربونات بتساوي MV حمض. المناطق النظرية واحد لواحد. طيب أنا كده استهلكت من الـ Na2CO3 44 مللي، يبقى حجم الكربونات 44 مللي. طب تركيزها مش معايا، طب أنا عاوز تركيز الحمض يا مستر، حجم الحمض 100 مللي. الله، طب ما هو تركيز الكربونات مش عندي اجيبه ازاي يا مستر؟ التركيز بيساوي المولات على الحجم الكلي. طب المولات يا مستر كتلة المادة 26.5 على المولية بتاعت حمض او كربونات صوديوم 106 على الحجم الكلي 100 مللي اللي هو 1/10 لتر، يبقى بيساوي 26.5 على 106 على 1/10 هيبقى 2.5. ده التركيز 2.5 مولار، يبقى حط هنا 2.5 يبقى التركيز هيساوي 2.5 في 44 على 100 يطلع 1.1 مولار اللي هو الاختيار رقم ايه؟ ب. تمام؟ مسألة جميلة جدا. عند خفض درجة حرارة تفاعل متزن ماس، التفاعل الماس لو قلت ايه مثلا زائد هيت يدينا البي، الهيت مع المتفاعلات. لو انت خفضت الحرارة مشيت عكسي ينشط الطرد، دي غلط. طب مشيت عكسي قيمة الكسي تقل، لان الكسي بتتناسب طردي مع الحرارة في الماس، اه خفض تقل. تمام؟ الرسم البيان الذي يوضح العلاقة بين معدل الطردي ومعدل العكسي عند إضافة عامل حفاز. أي تفاعل انعكاسي بيضيف له عامل حفاز بيزيد من معدل التفاعل الطردي بنفس زيادة معدل التفاعل العكسي، يبقى نختار إيه؟ ألف، ولذلك ما بيأثرش في الاتزان. خليط من كربونات الصوديوم وكبريتات الصوديوم، ساعة ما يقول لك خليط ارسم الحلة، الحلة فيها كربونات صوديوم أو كربونات كالسيوم زائد كبريتات صوديوم Na2SO4. الخليط ده بواحد ونص جرام، لازم لمعايرته HCl 15 ملي و8 من 100 لتر أو مولر. عاوز نسبة الكربونات في العينة. طب ما انا لما احط الاتش سي ال هيكشف عن الكربونات بس، ما بيكشفش عن الكبريتات لان الكبريتات مجموعه ثالثه، وبالتالي كل مول من الاتش سي ال بيتعايروا مع مول من السي اي سي او 3 وينتج سي اي، طبعا هكمل المعادله، زائد الاتش 2 او زائد السي او 2. ده معناه ان مولات ده نص مولات الحمض. طب ما مولات الحمض عندي تركيزه في حجمه، فانا هقول اذا ما انت عشان تجيب نسبة الكربونات، طب ما الكربونات في مين؟ في كربونات الكالسيوم، يبقى لازم تجيب نسبة كربونات الكالسيوم، هي نفسها نسبة الكربونات. فعشان اجيب نسبة كربونات الكالسيوم هقول نسبة الكربونات بتاعت الكالسيوم، الكربونات اللي في كربونات الكالسيوم بتساوي كتلة كربونات الكالسيوم على كتلة العينة بتاعت اللي هي 1.5 واضرب في 100. طب اجيب كتلة الكربونات ازاي؟ هقول الكتلة بتساوي المولات في المولية. طب المولات التركيز في الحجم، اوعى خد بالك، مولات ده نص مولات ده، يعني نص في تركيز وحجم ال HCl، تركيز ال HCl 8/10 حجمه 15 مللي اللي 15 من 1000، المولية لكربونات الكالسيوم ب 100، طلع لي الكتلة هتبقى نص في 8/10 في 15/1000 في 100 هيبقى ناتج 6/10 جرام، دي الكتلة، يبقى هتساوي 6/10 على 1.5 ضرب ال 100، يبقى هتطلع في 100 على 1.5 تطلع 40%. تمام؟ طيب
عند اللحظة اللي بترفع فيها درجة حرارة التفاعل متزن طارد. طارد تفاعل الطارد ايه؟ بيدينا بي زائد الهيت. في اللحظة اللي ترفع فيها الحرارة انشط فين؟ في العكسي. هيبقى سرعة العكسي اكبر من الطردي مش اقل. اهو العكسي اكبر من الطردي. تمام؟ الشكل اللي بيبان طار في كتلة كل من النحاس والخرصين بعد فترة من تشغيل خلية دانيال. النحاس كاسود والخرصين انود. الخرصين كانود كتلته بتقل لانه بيتاكسد، والكاسود كتلته بتزيد لان ايوناته بتختزل وتترسب على سطحه. يبقى كتلة الخرصين بتقل والنحاس بيزيد. علاقة عكسية. اذا علمت ان النحاس يسبق الفضة، ادي النحاس وادي الفضة في المتسلسلة، لو كونت خلايا جلفانية هيبقى النحاس انود والفضة كاسود. قطب نحاس في كبريتات نحاس وقطب فضة في كبريتات فضة. اي العبارات التالية صحيحة؟ التيار بيسري من الانود للكاسود، يبقى من النحاس للفضة مش من الفضة للنحاس. اللون الازرق، انت عندك الانود معروف ان تركيز ايوناته بيزيد، يعني لون المحلول هيزيد، ده ملون ازرق، فيقول لك يزداد تدريجيا. صح، لانه انود. طب كبريتات النحاس يختفي؟ لا طبعا. يسري التيار في القنطرة؟ لا، التيار في السلك. الليثيوم في بداية السلسلة الكهروكيميائية مقارنة بالنحاس، وبناء عليه هيبقى، خد بالك بقى، حجم ذرة الليثيوم أقل من النحاس؟ لا طبعا، نصف القطر في الدورة، بيقل بزيادة العدد الذري. طيب والنحاس في الآخر مع عناصر العملة في المجموعة 1 بي والليثيوم في 1 اي، أمال هنقارن من حيث جهود الأكسدة والاختزال. الليثيوم فوق جهود أكسدته أكبر، طب هو مش كاتب، بس العملية دي عملية اختزال. الليثيوم جهود أكسدته أكبر، اختزاله أقل بالاختزال النحاس. طب الجهد القياسي لاختزال النحاس أقل لا أكبر؟ النحاس تحت، اللي تحت جهد اختزاله أكبر واللي فوق جهد اختزاله أقل. اللي فوق جهد أكسدته أكبر واللي تحت جهد أكسدته أقل. الجهد القياسي لاختزال الليثيوم أقل من أكسدة النحاس؟ لا طبعا، ما ينفعش القانون ببعض. مجموعة من ألواح الصلب وأخرى من الألمونيوم يتم تثبيتها بمسامير من الحديد أو النحاس أو الألمونيوم. من واقع دراستك أي أنواع الألواح والمسامير ترشحها للاستخدام؟ أنت عاوز تحمي من الصدأ، خلاص؟ ما تلمسش نشط مع غير نشط، هيحصل تآكل سواء للوح أو للمسمار. الأفضل لوح حديد صلب مسامير حديد. ليه؟ الاثنين نفس النشاط وبالتالي مفيش انود ومفيش ايه؟ كاسود. يبقى الافضل هيكون ايه؟ الف. تمام؟ عند صدأ مسمار حديدي بجوار شاطئ احد المحيطات، المسمار لما بيصد كتلته بتزيد وترجع تقل اهو، لان لما بيتكون على الحديد طبقة الصدأ كتلته زادت، بتشيلها بايديك لانها طبقة هشة، فالكتلة تبدأ تقل تاني. عند امرار تيار كهربي شدته، ادي الاي، لمدة تي 5 دقايق، يعني 5 في 60 اللي هي 300 ثانية. طب ما كده جيب الكيو على طول، اي في تي 7 44 في 300 ثانية هيساوي 2232 كولوم. كانت يعني كتلة الكاسود قبل مرور التيار 11 وبعد مرور 13 ونص، اما يديني كتلة الكاسود قبل وبعد، يبقى الكتلة المترسبة هتساوي الكاسود بعد ناقص الكاسود قبل، هتساوي 2.5 جرام. طيب فتكون الكتلة المكافئة. طيب اولا كده انت لما مررت كمية الكهربائية دي ترسب 2.5، يبقى 2.5 يترسبوا نتيجة امرار 2232 كولو. طب ما انا ممكن اقول المكافاه بيرصبها الفرضي دايما اللي هو 96500 كولو، يبقى المكافاه هتساوي 2.5 في 96500 على 2232، 108 بالتقريب اللي هو الاختيار رقم، او 107 65 خلاص اللي هو بالتقريب 108 اللي هي كتله مين؟
الفضة. طيب للحصول على مركب أليفاتي يستخدم كمبيد حشري. أليفاتي مبيد اللي هو ها اللي هو جامك سين اللي يجي من هدرجة البنزين من كربيد كالسيوم. كربيد كالسيوم هبدأ بتنقيط الايه المية هينتج اي ساين زائد سي اي و اتش باي تو. طيب الاي ساين هحوله البنزين اعمل له ايه بالمرة يبقى مش هدرج. طيب يا مستر اما بالمر لو انا اخدت 3 مول اي ساين عملت لهم بالمرة حلقية او ثلاثية في انبوبة من النيكل المسخن الاحمر هينتج البنزين. طب انا عاوز اجيب من البنزين مبيد حشري. المبيد الحشري بيجي من هلجنة البنزين. اسف لو كنت قلت هدرجة. 3 مول سي ال 2 في وجود مين اليو في. خد بالك مش العامل الحفاز عشان يبقى اضافة مش استبدال. فينتج سي 6 اتش 6 سي ال 6 اللي هو الجامك سان. فهنختار ايه دال. عند تفكك حمض الاسيتيك في الماء. حمض الاسيتيك الكتروليت ضعيف. غير تام التأيون بيكون النسبة الأكبر لمين؟ للجزيئات والنسبة الأقل للأيونات. طيب الصيغة الكيميائية تمثل 2 بروم 1 بيوتانول. طب ما البيوتانول 4 سي 1 بيوتانول يبقى الاتش على الأولى 2 بروم حط هنا اتش 2 اتش اتش 2 اتش 3 يبقى الاختيار الصح الاختيار رقم ألف. تمام. العمليات اللي بتؤدي للحصول على حمض أسيتيك من أستات صوديوم. طالما بدأت بملح يبقى تعمل تقطير إيه جاف. أسيتات الصوديوم لو عملت لها تقطير جاف في وجود الجير الصودي اللي هو خليط من الصودا الكاوية وأكسيد الكالسيوم بينتج الميثان زائد كربونات إيه صوديوم. طيب كده جبت الميثان. تسخين ثم تبريد سريع. ما أنت عاوز تجيب مين حمض أسيتيك. الميثان ما بيتهيدرش لانه مركب مشبع. فانا هاخد بقى الميثان اعمل له تبريد سريع هحصل على مول اي ساين زائد 3 مول اتش 2. طب جبت الاي ساين خلاص كده اعمل له هيدره. هيدره الاي ساين بتعطي اسيتالدهايد هو الالقين الوحيد. اي القين تاني بيدي كيتون HgSO4 60 درجة وحمض كبريتيك 40%. طبعا بينتج مركب غير ثابت اللي هو الكحول الفاينايل الأول بعمل له إعادة ترتيب فيدينا الأسيتال دايت اللي هو إيثانال. ده قابل للأكسدة وقابل للاختزال. لو عاوز الكحول اختزله لو عاوز الحمض أكسده. هيديني حمض مين الأسيتيك أو حمض الإيثانويت. تمام. الجدول التالي يوضح الصيغة الجزيئية للمادتين. C2H2Br2 يعني هنا عدد الذرات الأحادية ضعف الكربون يبقى ده ها الكين اللي هو CnH2n. طب وده القين CnH2n ناقص 2 ضفت مول من البروم. الالكين يتشبع بمول بروم. الالقين يمتص ويضيع لونه بس ما يتشبعش يعني هيزول اللون مع الاثنين. ده يزول اللون ويشبع ده يزول اللون ويظل غير مشبع لانه لسه محتاج مول من الايه من البروم. تمام. محلول حمض قوي اتش اكس احادي البروتون تركيزه مولر. اي من العبارات الصحيحه التاليه او تعبر عنه تعبير صحيح. بيقول لي محلول الحمض قوي اتش اكس تركيزه تركيزه 1 مولر. طالما قوي يبقى تم التأيون يبقى تركيزه بيساوي تركيز الاتش الموجب. يعني ده مولر يبقى الاتش الموجب مولر. اما يكون الاتش الموجب بمولر فالبي اتش سالب لوغاريتم 1 بيطلع بصفر. وطبعا تركيز ده مولر هيبقى ده مولر يبقى ده غلط. الاتش مش 2 مولر يبقى 2 مولر لو الحمض ثنائي البروتوني اللي هو حمض الكبريتيك. تمام. عند تحضير زيت المروخ. زيت المروخ ده اللي هو دهان موضعي وده بيحضر من تفاعل السلسلك مع الميثانول. هنعمل قسطرة. قسطرة يبقى ده يهاجم الحمض اللي هو CH يبقى انا هستبدل من هنا OH.
بي سي اتش اي او او سي اتش 3 واخد الاو اتش مع الاتش واطلع ميه. يبقى انا هستبدل من الكحول اتش وهستبدل من الحمض او اتش، هيبقى سي او او سي اتش 3 اللي هو سلسلات ميثايل زائد ميه. تستبدل ذره هيدروجين مجموعه الهيدروكسيل الحمض السلسليك، لا طبعا حمض السلسليك بيخش بالاو اتش. تستبدل ذره اتش مجموعه الكربوكسيل في حمض السلسليك للاو اتش. تستبدل مجموعه الاو اتش في السلسليك بمجموعه ميثوكسيد اللي هو او سي اتش 3، دي مجموعة الميثوكسيد. طب نتأكد من دال، تستبدل مجموعة هيدروكسيل موجودة بالكربوكسيل بمجموعة ميثوكسي. ميثوكسي لا طبعا. يتأكسد الكحول ايه مكونا الحمض بي، يبقى الكحول ده اولي خلاص. فصيغة الكيميائية للإستر الناتج من تفاعل الايه مع البي، يبقى لازم الحمض والكحول يكونوا متقابلين، تمام؟ يعني ميثانول ها والحمض ميثانويك، يبقى المفروض الاستر ميثانوات ميثايل، ايثانوات ايثايل، بروبانوات بروبايل. ده ايثانوات ميثايل، لا المفروض ايثانوات ايثايل لان الكحول مقابل للحمض. طيب بروبانوات ايثايل برضو غلط. طيب ايثانوات ايثايل اهو. ليه؟ لان الايثانول اكسده يديك ايثانويك. فلو فعلت الايثانويك مع الايثانول يدينا ايثانوات ايثايل. يبقى ميثانول ميثانويك، يبقى ميثانوات ميثايل، ايثانول ايثانويك، ايثانوات ايثايل، بروبانول بروبانويك، بروبانوات ايه ايثايل. بتسخين فورمات الايزوبروبايل، ادي الفورمات اللي جايه من حمض الفورميك، الايزوبروبايل اهو، دي مجموعة الايزو مع هيدروكسيد صوديوم ان ايه او اتش. هعمل تحلل مائي قاعدي، دي ملح الحمض اللي هو ملح فورمات الصوديوم، ويديني الكحول لان اي تحلل للاستر بيديني كحول. طب كحول دي مجموعة ايزوبروبايل، هيديني الايزوبروبيلي الثانوي اللي هو 2 بروبانول. طب وبعدين سخنته مع برمنجانات او ثاني كرومات بوتاسيوم محمض، هيتاكسد ويدي كيتون، لان الثانوي اما تاكسده بيديك طبعا كيتون. بتبدل الكحوليه الثانويه بمجموعه الكربونيل اللي هو سي دبل بوندو، فينتج ايه؟ بروبانون. اكسده اي ثانوي كيتون اولي الديت ثم حمض. ما الرابطة التي يتم كسرها في جزيء حمض اللاكتيك عند تفاعله مع الإيثانول؟ اللاكتيك من الأحماض الهيدروكسيلية، هفعله مع الإيثانول يبقى أنت كده هتأسطره. طب ما تيجي تأسطره كحول مع حمض، يبقى أنت هتهاجم الكربوكسيل بتاعة اللاكتيك، فهتكسر رابطة من مين ومين؟ ها خد بالك بقى، هتكسر من الحمض دي من مين ومين؟ بين الأو والأو؟ لا طبعا. لو كتبت دي بنائية خليك ناصح، هتبقى سي اتش 3 سي او اتش سي دبل بوند او او اتش، يبقى انت بتكسر رابطه بين السي والاو اتش اهو، او بين السي والاو عشان تفصل من الحمض او اتش. سؤال حلو، اي المركبات لا تقبل البلمره؟ خد بالك بقى، اللي بيقبل البلمره نوعين، الكين ممكن بقى بالتكاثر بقى الكين ده بالاضافه. طب يا مستر ده الكين اهو في رابطه مزدوجه هنا، ده واحد برومو واحد بروبين. طب يا مستر المركب ده مشبع، ده مشبع ده. طب نتاكد منه كده، نتاكد هو عباره عن سي اتش 3 سي اتش بي ار سي بي ار سي ال سي اتش 3 ده مشبع. راجع الكربون تلاقيه كله ايه؟ ها كله رباعي. طب جيم ده حمض، خد بالك حمض في نفس الوقت قاعده، يعني ده خد بالك ده حمض اميني، والاحماض الامينيه من نوع خد بالك بقى من نوع الفا امينو، تتكاثف وتعطي البروتينات اهو، يبقى الف وجيم ايه معانا. رتب المواد الثلاثه تصاعديا حسب الزياده في قيمه البي اتش. الزياده اقل بي اتش الحمض اهو،
يبقى حمض الاسيتك اقل واحد منهم. طب يا ليه الفينو لانه حمضه ضعيف اهو. طب ليه مش الكحول؟ الكحول متعادل. يجي الكحول المتعادل ثم القاعده فينو اكسيد الصوديوم قاعدي البي اتش بتاعته اكبر من 7 يبقى نختار ب. التفاعل اللي بيوضع عمليه تكسير حراري حفزي للمركب التالي واي. فاذا علمت ان المركب بينتج من التقطير الجاف للملح ده ملح بنتانوات. البنتانوات 5 سي اديني الكاني ال سي 4 يبقى البي ده بيوتان سي 4 اتش 10 يبقى البي بيوتان مش بنتان. طب طالما البي بيوتان يبقى نواتج التكسير سي 4 اتش 10 زائد مولين سي 3 اتش 6 يعني سي 3 اتش 6 وسي 3 اتش 6. طب ما هو انا عندي اما بعمل تكسير حرارة حافز الالكان طول السلسله بيطلع لي المواتج دي. طب ما تجمع كده 4 سي و6 يبقى 10 سي والكان هيبقى دي كان. طب اتاكد المفروض 22 اتش ادي 10 و6 16 و6 22 يبقى الواي ده مين؟ دي كان. يبقى هنختار ايه؟ الف. بعد دراسه الشكل المنظومي التالي اختر الاجابه الصحيحه. انت اخدت الاف اي فعلته مع حمض الكبريتيك المخفف هيدينا مركب اف اي سوفور ويتصاعد غاز الاتش 2 يبقى غاز الف ده الاتش 2 يبقى هستبعد الف والماده ب اف اي سوفور يبقى هستبعد ده واستبعد ده يبقى انا ما بين بي اي ب ود. اما بسخنها بتديني اكسيد حديد ثلاثي يبقى المركب ج اف اي 2 3 اهو يبقى انا هستبعد ده يبقى انا كده اخترت ايه؟ ب. طب نكمل بقى وطلع لي طبعا غاز د وغاز ه. طب ماشي يبقى ده الاس او 2 والاس او 3. طب د اس او 2 يمشي مع اس او 3 ماشي اهو. خليط من غازي ده بيختزل في فرن مادريكس بخليط من السي او والاتش 2 يبقى الالف اهو اتش 2 اهو والواو سي او. فين الواو؟ سي او اهو وينتج حديد. 35 من التفاعلين التاليين 2K زائد 2HI هيدينا 2X زائد H2 2X ده 2X اللي هو الكي اي يعني. هنا طبعا الكي حل محل الاتش يبقى 2KI بتصعد الاتش 2 6K زائد 2H3BO4 هيدينا 2Y زائد 3H2. طيب يبقى هينتج هنا 2y اللي هو 2k 3bO4 اللي هو فوسفات البوتاسيوم. اجريت تجربتين على نواتج التفاعلين x، الx ده 2ki والy 2k3bO4. عملت تجربتين. التجربه الاولى ضفت نترات الفضه للاثنين. طب ما نترات الفضه مع ده هيكون AgI اصفر ومع الفوسفات هيكون Ag3BO4 اصفر. ده لا يذوب في محلول النشادر ده بيدوب في محلول النشادر. حلو. ضفت محلول النشادر للنواتج الاثنين ده ما دابش ده داب. التجربه الاولى اصفر والثانيه خد بالك بقى والثانيه اللي هي اضافه محلول النشادر. في الاولى اداني Ag(I) لا يذوب اهو يبقى اصفر لا يذوب وفي الثانية أصفر يذوب فهنختار إيه؟ ب. وسؤال جميل جدا جدا جدا. عند إضافة وفرة من حمض الكبريتيك المركز إلى الملح البوتاسيومي لكل من البروميد واليوديد يبقى أنت عندك كي أي وعندك كي بي آر. أما بتضيف للاثنين حمض الكبريتيك المركز بيطلع لك مع الأولاني اتش أي عديم اللون ومع الثاني اتش بي آر عديم اللون كلاهما يتأكسد جزئيا بحمض الكبريتيك فيطلع لك مع ده ابخره اليود البنفسجيه اللي بتزرق ورقه مبلله بمحلول النشا ومع ده بيطلع لك ابخره البروم البرتقاليه الحمراء والتي تصفر ورقه مبلله بمحلول النشا. فيجي يقول لك فان كل ما يلي يعد صحيح عاده تعطي ابخره ذات الوان مميزه. جميل. يمكن تميزها بورقه مبلله بالنشا بيزرق بيصفر. يتحول كل ملح الحمض الذي يتاكسد سريعا طبعا ده بيتاكسد بحمض الكبريتيك وده بيتاكسد بحمض الكبريتيك ينتج غاز ذرة حنفاذة يسهل اكسدته بالعامل المؤكسدة العادية
ها عاوز اسمع صح ليه يا مستر؟ لان الاثنين دول لما بيتكونوا بيتكون معاهم SO2 له رائحه نفاذه ويخضر لون ورقه مبلله بثاني كرومات البوتاسيوم، يعني بيتاكسد. يتكون محاليل ذات الوان مميزه ما حصلش. ليه؟ هيتكون K2SO4 وK2SO4 في الاثنين وكلاهما غير ملون، يبقى نختار ايه؟ دال. ثلاث انابيب الف وب وجيم وضع بكل منها كميه مناسبه من حمض ال HCl ثم وضع في كل منها فلز مختلف وتركت لفتره مناسبه، فلاحظ الطالب طلع فقاعات ببطء في الاولى، ده معناه ان الفلز حل محل الهيدروجين بس ببطء، يعني متوسط النشاط، فقل هيدروجين. يبقى انا عندي الف ده قريب منه والتاني اعلى بسرعه يبقى بي ابعد منه، والتالت ما طلعش منه حاجه يبقى جيم ده تحت، يبقى جيم ده عمله ما يحلش محل الهيدروجين. طب وبالنسبه للب والف، الب الابعد ده ممثل والاقرب ده انتقالي في الغالب طبعا لان عندي القرصين غير انتقالي، فاختار ب ممثل يبقى المغنيسيوم، واختار الف قلت لك انتقالي في الغالب ممكن يبقى قرصين غير انتقالي يبقى هنختار جيم. مركبان عضويان A وB من الهيدروكربونات ذات السلسله المفتوحه. الاي عدد ذرات الكربون بي 3 يبقى ده غاز. الكنسيل لا. السائل بيبدا من 5 سي غاز. طيب والمركب بي عدد ذرات الكربون بي 6 والبي انشط يبقى البي ده غير مشبع الكين او القين. طيب يا مستر هو كده خلاص مش سائل او مش الكان، هو الكين سائل لان الالكين بيبدا السيوله فيه من ها 5 سي من 5 ل 15. مستعينا بالسلسله الكيميائيه لفت ثلاث اسلاك مصنوعه من فلزات مختلفه حول مسامير حديد منفصله ومتساويه في الكتل كما هو موضح بالشكل، طبعا الشكل مش موجود يعني انا اسف ده فهنعدي السؤال ده. 40 جميع الصيغ التاليه ايزومرات للاستر اللي بيحتوي على مجموعتي القايل متساويتين في الكتله، كتلتها بكام؟ 29. الالقايل CnH2n زائد 1، كتلة الالقايل يا حبايبي 14n زائد 1، مسي ب 12 يبقى 12n، والH بواحد يبقى 2n زائد 1 بتساوي 29. يبقى ال 14n بتساوي 28 تطلع الn ب 2. يبقى دي مجموعة ايه؟ إيثايل. فيبقى أنا عندي C2H5 COO C2H5. ما هو الاستر ار سي او او ار، انا بتكلم على مجموعتي الالقايل زي بعض، يبقى ده استر ايه؟ بروبانوات ايسايل. يبقى انت هتختار حاجه غير بروبانوات الايسايل اهو. في بروبانوات ايسايل مفيش. طب يا مستر الاستر ده عنده كام سي؟ 2 3 5 سي. ميسايل بيوتانويك ممكن يبقى حمض، الميسايل كربونه والبيوتانويك 4 كده 5، انا عاوز كام سي؟ قلنا 2 2 5 سي ده صح. طب 2 ميسايل بروبانوات ميسايل سي 3 1 صح. طب ثنائي ميسايل بروبانويك 2 خد بالك بقى و3 5 صح. فورمات اللي هي الميسانوات كربون والبروبايل 3 كده 4 سي يبقى ما عدا ده. لاختيار نقط بيعبر عن العلاقه بين عدد ذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين في اي استر مقارنه بمجموع الادواء ولما انه كحول المضمون في تحضير الاستر. طبعا لما باجي اجيب استر من حمض وكحول بشيل ميه يبقى عدد ذرات الكربون ثابت متساوي اهو، اللي بيقل الاتش والاكسجين اهو لان انت بتطلع ميه فبتقلل الاتش وبتقلل الاو، تقلل 2 اتش وتقلل او واحده. اي من العمليات الاتيه اللي تستخدم في تحويل الاي الى بي، الاي الى بي. طيب الاي ايساين لبي ايثانال بالهيدرال الحفزي صح. حمض اسيتك لايثانوات صوديوم بتعمل تعادل، حمض الايه لملح بتعمل تعادل. طيب ده غاز مائي لوقود سائل فيشر وتروبش، يبقى ده اللي غلط. طب ده مستر هيدرة او تخمر كحولي، ده مين ده؟ السكروز، يدينا ايثانول، يبقى الغلط مين؟ جيم. اربع مواد متساويه الحجم وضعت بها
الكميات المبانة في الشكل المقابل حسب سرعة التفاعل. أولا القطع أبطأ، المسحوق أسرع، يبقى الأسرع عندي مين؟ ب يا ج، بس تركيز الحمض هنا أكبر، تركيز بيزود من معدل التفاعل، يبقى الب أسرع من ج أهو. يبقى ده غلط، ده غلط، ده غلط. طب والألف والدال دي قطع، بس تركيز الحمض في ألف أكتر من دال، هناك 2 من 10 هنا 1 من 10، يبقى أنا عندي ألف أسرع من دال، يبقى نختار جيم. من الخلالة أمامك ده اتجاه الطيار، الـ A أنود والـ B كاسود. الأنود تركيز محلوله بيزيد، الكاسود تركيز محلوله بيقل. الأنود كتلته بتقل، الكاسود كتلته بتزيد. ام ولد صحيح. خلايا جلفانية تمام، ويزداد تركيز محلول الايه؟ صح. طب جلفانية ويزداد تركيز البي غلط، وهي مش الكترولتية. سؤال مقالي، استنتج ناتج التحلل المائي القاعدي للمركب ده، ده بروميد البنزايل اللي هو C6H5CH2Br، هعمل له كي واتش مائي ساخن، هستبدل البي ار فيدينا بناء بقى الكحول البنزيلي زائد كي بي ار. طيب ده كحول بنزيلي او ممكن اقول ميثايل او اسف فينايل ميثانول، ثم استنتج ناتج اكسدته باستخدام البرمنجانات، ده يعتبر كحول اولي، هيتاكسد ودي حمض البنزويك اهو، لو ابسط حمض اروماتي CH2OH، هاكسده في وجود البرمنجانات KMNO4 محمضه بحمض الكبريتيك، هينتج حمض البنزويك زائد ال H2O. المركب ايه؟ واحد مركبات الحديد العضويه، يبقى ده اوكزالات الحديد 2. عند تسخينه تسخين ناشف في الهواء، خد بالك في الهواء، يعني مش هيديني الحديد الثنائي، في الهواء هيبقى تحميص، هيديك اكسيد الحديد الثلاثي ومعاه CO2. طب المفروض بيطلع CO وCO2، هيتاكد CO CO2. طيب فاذا علمت ان العزم المنصي المركب بي اكبر من العزم المنصي الايه، حلو، طب ما هو ده الحديد الثنائي 3D6 عزمه باربعة، يقترب من اربعة او يقدر باربعة، هنا الحديد موجب 3 3D5 عزمه بخمسة. طيب حدد الصيغة الكيميائية لكل منهم مع تحديد قيمة الايه؟ العزم. تمام كده، يبقى احنا خلصنا، دي طبعا الاجابات بتاعت النموذج قدامنا خلاص، وده اللي احنا عملناه الحمد لله. خلاص يا جماعة، وان شاء الله نلتقي في النموذج الثاني باذن الله. طبعا ده السؤال المقالي الاجابه بتاعته اهوت، خلاص ده السؤال الاولاني، ادي الكحول البنزيلي. طبعا انا قلت لك اكسدات عضويه دي بنزويك، وبتاكسد على مرحلتين الديت ثم حمض، ده طبعا اللي هو بنزل دهايد عشان الناس تبقى عارفه، وادي الملح بتاع الحديد العضوي اللي هو اكسدات حديد 2، وادي اكسيد الحديد ايه؟ ثلاثي، هنا الثنائي العزم ب4، هنا الثلاثي العزم بكام؟ ب5. نلتقي ان شاء الله في النموذج الثاني. السلام عليكم. اشطر اب، تعليمك بقى اشطر.